إنك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له القليل. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. أيها الحفل الكريم، ليس بخفي علينا مجد هذه المدرسة وما حققت من إبداعات في الأنشطة بكافة مجالاتها، وما ذاك إلا ناجم عن جهود جبارة كان خلف هذا رائد النشاط أبو الجامعة فضيلة الشيخ محمد طاهر باغ حفظه الله ورعاه، فليتفضل بكلمته مشكورا.